سيدة. مين اللي بيوشوش ده؟ مين اللي بيوشوش ده؟ أنا. ماشي، يلا نرتب الكلمات. رقية، الكلمة الأولى تديني إيه؟ بي إيه؟ ها؟ وبعدين بي واي. بي واي، بيبي، تمام. يلا اللي بعديها؟ اللي بعديها اس ال او دبليو. يعني إيه؟ بنطها إيه كلها؟ لو بطيء. لو بطيء، تمام. هنا قصير، إياد. شورت، اس اتش او ار تي، تمام. سيف، تي اي ال ال، طول. برافو. محمد، اف اي اس تي، نطاها فاست. سلمى، او ال دي، تمام. تعالوا بقى نشوف احنا فهمنا الكلمات دي ولا لا، always و sometimes و never والكلام ده ولا لا، تمام. الجملة الأولى بقول how not do you walk. محمد، how not do you walk؟ how often. how often، لما يقول لي how على طول هختار often، ما ينفعش أي كلمة من الكلمات التانية. في السؤال بسأل بoften، إنما في الإجابة ممكن always و sometimes و usually و often وكل حاجة، إنما السؤال اسمه how often. السؤال اسمه how often، يعني ايه يا how often؟ كم مره. تمام. نمبر 2، سيف. اصحى يا سيف كده للجمله، بقول she likes، she likes في شالوت، she not eats it. always. برافو عليك يا حلوين، اول ما اشوف كلمه likes يبقى هقول always، اشوف likes اقول always. طب لو doesn't like يبقى never. like يبقى always. doesn't like يبقى never. مفهوم؟ الجملة الثانية. سلمى. سلمى. he isn't tall يبقى he is. يا جماعة اللي بيتكلم، اللي بيتكلم يا جماعة، يا جماعة اللي بيتكلم. يا فاطمة، فاطمة، نعم يا سيف، في كلام عندك ليه؟ نمبر 3، سلمى، بس هي ازنت حمارة. محمد، شورت. محمد، شورت، تمام. يا سلمى، يا سلمى، لما اقول هي ازنت طول، ما هوش طويل، ما هوش طويل يبقى شورت، قصير. ما هو السريع يبقى سلو، ما هوش يانج يبقى اولد، يبقى الكلمة وعكسها، طول عكسها ايه؟ شورت. شورت. نمبر 4، اياد. I am not a، I am young. اولد ويانج، اولد عكسها يانج. ما ده الهدف من اننا حفظنا الكلمات، ان انا بديك كلمة وعايز عكسها، اولد يبقى يانج، طول يبقى شورت. سيف، the baby is، البيبي ده ايه؟ young. the baby is young، انما لو قلت my grandfather يا اياد اتظبط يا اياد. انا مظبوط يا زيه. امال بتكلم ليه؟ ما اتكلمتش والله يا زيه. اتكلمت، بتقول بصوت واطي كده. والله ما اتكلم. يلا سلمى. He's tall and fast. تمام. وممكن اقول ايه تاني يا سيف؟ He is fast and tall. تمام، دي صح ودي صح. الجملة الثانية نمبر 2، رقية. تعرفي تقوليها يا رقية؟ She is. ايوه يا سيف. يلا يا رقة، برافو. ها؟ He is. ها. old old and and slow او she is slow and old، يا دي يا دي، تمام. يبقى اقول she is old and slow او slow and old. كمل يا محمد. ذكر is fast. fast. safe. baby. the baby is young. the baby is young، تمام.
يبقى أنا كان عندي الحصة اللي فاتت سؤال بهاو أوفن اللي بجاوب عليه بالويز أو سامتايمز أو يوجالي أو نيفر. كان عندي كمان مجموعة الصفات وعكسها. هنيجي النهاردة لجزئية الكلمات دي، أخدناها الحصة اللي فاتت وحددنا فيها لحد فين يا حلوين. خدنا في الكلمات دي وقلنا حفظ لحد كلمة إيه؟ لحد إيه؟ تمام. تمام جميل. تمام قول لي يا إياد جميلة يعني إيه؟ جميلة بريتي. محمد حكيم، حكيم أو عاقل. وايز. برافو. مرجيحة يا سلمة سوينج. سوينج. لما أقول نبات يا فاطمة نبات. نبات. بلانت. بلانت. خشب يا سيف. خشب. وود. حائط أو جدار. وول. وول. تمرينات رياضية. اكسرسايز. تمرين أو يتمرن، إنما تمرينات جيمناستكس. يلا نكمل الكلمات الأول نقولها تاني كلها. يوجالي، أوفن، نيفر، جراند ماذر، وايز، بريتي، ديزرت، فروغ، جراس، وول، هيلسي. هيلسي مهمة جدا الكلمة دي. اكسرسايز، شوغر، فروت، جيمناستكس، 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 فريند، إيفريوان، ويل، ويل، جراف، جراف، فريش اير، فريش اير، اولويز، سامتايمز، سوينج، كايند، طول، فاني، باروت، باروت، بلانت، وود، تري، انهيلسي، هيلسي، انهيلسي، هيلسي، انهيلسي، فيت، سبورت، فيجيتابلز، سانشاين، هاو ميني، اورز، 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 كوفي، كوفي، باترفلاي، باترفلاي، أثليت، أثليت، أثليت. يبقى عداء رياضي أو لاعب رياضي اسمه أثليت. الساعات hours، الإتش فيها مش بنطاها. hours، hours. قلنا عجلة يعني ويل، ويل، مش العجلة اللي بنركبها. قلنا فردة الكاوتش اللي في العربية اسمها ويل، أو اللي في العجلة اسمها ويل. تمام؟ تعالوا نشوف القطعة اللي كانت عندنا على الكلمات والصفات، الحاجات اللي احنا أخدناها ككلمات للحفظ. نشوف كده القطعة، شفناها الحصة اللي فاتت بسرعة، هنقولها تاني بواحدة واحدة كده مع بعض. بقول this is، this is، خط تحت this is، خط تحت this is. قلنا دايما this يجي اللي بعدها is، لأن بتكلم عن اسم مفرد. يبقى this my grandma، she is old and kind، هي عجوزة وطيبة. she is very wise، إنها حكيمة. she always drinks tea، خط تحت drinks، خط تحت drinks. she drinks tea، هي بتشرب شاي. يبقى مع الهي والشي والإت بختار الفعل اللي آخره إس، يبقى she drinks. this is my brother، هذا أخي. he is tall and funny، إنه طويل ومضحك. he has long arms، أذراعته طويلة، and legs، أيضا ساقيه طويلين. he often plays، he often plays basketball، plays basketball. he plays، he plays. number three، all this is my baby sister، دي أختي النونة. she's young، هي صغيرة. she sleeps، قلت مع الهي والشي بختار الفعل اللي آخره إس. she sleeps a lot، بتنام كتير. she has one tooth، she has one tooth، عندها سنة واحدة. this is my dad، ده بابا. he's tall and kind، طويل وطيب أو عطوف. he sometimes plays، he plays football. he often walks، walks in the park. this is my mom، she's kind and pretty. she usually walks، she usually walks to school with me. يبقى أنا هركز على الجمل اللي فيها she usually walks، الجمل اللي هي he often walks، he sometimes plays. هنا بقول she sleeps a lot، she sleeps a lot. هنا كمان he often plays، he often plays. هنا بقول she always drinks، she always drinks. لو لاحظنا الجمل اللي انا قلتها دلوقتي هلاقي فيها كلمات زي always او كلمات زي often
أو زي sometimes أو usually. ما لها الكلمات دي؟ الكلمات دي بتدل على مضارع بسيط. يعني إيه مضارع بسيط؟ يعني فعل أو فعل بإس، مصدر أو مصدر بإس. زي ما بقول like و likes، play و plays، eat و eats، walk و walks. إمتى walk؟ قلنا مع الـ I والـ we والـ you والـ they. إمتى walks؟ مع he و she و it. طيب الكلمات دي ترتيبها في الجملة، عشان لو جايبها لي في الترتيب بستخدم كلمة usually أو sometimes أو often، أي كلمة من الكلمات دي ما بين الفاعل والفعل، ما بين الفاعل زي she والفعل زي walks. طب ينفع أسير أقول she walks usually؟ لا، بقول she usually walks، he often walks، he often walks. ينفع أقول he walks often؟ لا، أنا بقول الكلمات اللي عندي الخمسة اللي خدناهم always و usually و sometimes و often و never، يقول لي ما بين الفاعل والفعل، ما بين الفاعل اللي هو he والفعل اللي هو walks. ده الترتيب بتاعها دايما مع كل الأفعال اللي في الإنجليزي، ما عدا am و is و are، ما عدا am و is و are. تعالوا نشوف القطعة دي. Hello, my name is Judy. أهلا، أنا اسمي جودي. This is my mom. قلنا this is للمفرد. She is kind. ماما ديت يعني she، يبقى she is kind. She always walks to school with me. دايما بتيجي ماشي أو بتذهب ماشية إلى المدرسة معي. This is my dad. ده بابا. He is dad. يبقى he is tall and kind. He sometimes plays. He plays football in the park. He never plays basketball. عمره ما بيلعب basketball. This is my brother يوسف. ده أخويا اللي اسمه يوسف. He is young. هو صغير السن. And short. وكمان قصير. He sometimes plays on the swings. أحيانا بيلعب على المراجيح. الأسئلة اللي على القطعة اللي قدامي. بيقول لي هنا مام is short. هي مام short؟ البنت قالت ان مام short؟ No. هي قالت ايه؟ This is my mom. She's kind. She always walks to school with me. تمام؟ يبقى no. طيب. Mom always walks to school with me. Yes. Dad is tall and kind. Dad tall and kind. Yes. Tall and kind. That yes. tall and kind. Hey, he's tall and kind. Yes. That never plays soccer. عمره بيلعب كرة قدم. In the park. Soccer هي football. كلمة soccer. Soccer ده هي نفسها football. Soccer هي football. No. يبقى أقول إيه؟ No. طبعا الكلام ده غلط، لأنه بيلعب soccer. السوكر هنا يعني football. هو غير لك كلمة بس. Football هي soccer. هي نيفر بليز طبعا غلط، لانه دايما بيلعب كوره. نعم يا فاطمه. ينفع تعيد تاني عشان امتى طلعني؟ اللي طلعك النين. طب يلا قولي صح وغلط. مام از شورت، وقلنا طبعا الكلام ده غلط. مام اولويز ووكس تو سكول ويز جودي. يس. داد از تول اند كايند. بابا طويل وطيب. يس. Dad never plays soccer in the park. كلمة سكر قلنا هي نفسها فوتبول. سكر هي نفسها فوتبول. ده هو بيقول لي بيلعب، وهنا بيقول لي ما بيلعبش عمره. يبقى الكلام ده غلط. الكلام ده عكس اللي فوق. يا سيرس، لفوق أي الفوتبول وتحت أي السكر. سكر هي فوتبول، احفظها كده. سكر يعني كرة قدم، وفوتبول يعني كرة قدم. يوسف is young. أهو قالت لي my brother يوسف he is young. يبقى الكلام ده صح. صح. يوسف sometimes plays basketball. يوسف بيلعب باسكت. قالت لي لا، هنا ده بتقول لي sometimes plays on the swing، لكن مش بيلعب باسكت. يبقى الكلام ده غلط. الكلام ده غلط. غلط. تعال نشوف قطعة تانية. مديني هنا مجموعة للحيوانات، وبيقول لي قول لي مين أنا. مين أنا؟ نمبر 1 هو عاملها لي. تعال كده نشوف. بيقول لي I often jump. أنا بنط أو بقفز. I usually swim. وساعات بعوم. I have four legs. عندي أربع أرجل. My face is green and funny. وجهي green وفاني. مين الأخت الجميلة أو الأخ الجميل ده؟ نكتب عند فروج وان. نكتب عند فروج وان. نكتب هنا هوت وان. نكتب عند فروج وان. نمبر تو سلمة. My wings are pretty. I often fly. بطير. I have a beak. عندي منقار. I sometimes talk. وأحيانا بتكلم. Parrot.
باروت. عند باروت هنكتب تو. عند باروت هنكتب تو. I am small and fast. صغير وسريع. I always swim. دايما بعوم. I never walk. عمري ما بمشي. Fish. عند الفيش 3. عند الفيش 3 يا سيف. اللي جاي يا سيف. I am big and slow. أنا كبير وبطيء. يوجد ووك بتمشى. Sometimes run. أحيانا بجري. I eat plants and grass. باكل نباتات وعشب أو حشائش. الإليفانت. يبقى نمبر 4. الإليفانت نمبر 4. يبقى 1 كانت إيه؟ فروغ. فروغ. نمبر 2. بارد. نمبر 3. فيش. نمبر 4. إليفانت. تمام. تعالوا يلا يا حلوين. بيقول له هو أماي. اكتبوا لي جنبها كده هو. من أنا. من أنا. من بالعربي أنا. هو أماي. أنا مين. أنا مين. I often jump. I usually swim. I have four legs. My face is green and funny. قلنا الفروج. I am small and fast. I always swim. I never walk. قلنا الفيش. My wings, الأجنحة بتاعتي بريتي جميلة. I often fly وبطير. I have a beak عندي منقار. I sometimes talk. بعض الأحيان بتكلم. يبقى ده قلنا البارت. I am big and slow. كبير أو ضخم وبطيء. Usually walk. بتمشى أو بمشي. Sometimes run. أحيانا بجري. I eat plants and grass. وبأكل العشب والحشائش. يبقى ده قلنا الإليفانت. مزود لي هنا اتنين تانيين. بيقول I am long. أنا طويل and brown وبني. I have no legs. Have no legs. ما عنديش أرجل. I live in the desert. بعيش في الصحراء. فالsnake. Snake. التعبان. I am small and pretty. صغيرة وجميلة. I have four wings. عندي أربع أجنحة. I usually fly. أنا عادة بطير. هي مين دي الجميل أنت وهي؟ Butterfly. تمام؟ ده exercise. بيقول لي look and write in circle. Look and write in circle. تمام؟ هنا برضو على الأربع أشكال اللي قدامي أو الأربع حيوانات اللي قدامي. عندي كام جملة؟ أربعة. كل جملة من دول بتتكلم عن حيوان. كل جملة من دول بتتكلم عن حيوان. هنشوف الجملة اللي بتتكلم عن حيوان هي إيه؟ وبعدين نكتب رقم الجملة تحت الصورة بتاعتها. تمام؟ هنا بيقول إيه and fast. I am إيه and fast. I إيه swim. I never run. I never run. عمري ما بجري. I have arms or legs. ما عنديش لا ده ولا ده. I am إيه؟ الفيش. هقول إيه هنا هو. I am إيه؟ إليفانت. فيش. يا حلوين اهدوا عليا. مديني كلمة طول وسمول. أختار مين فيهم؟ سمول. خط تحت سمول. خط تحت سمول. I not swim. Always يا سيف. برافو يا سيف. I always swim. I never run. I not have arms or legs. I don't have. I am a. أنا اسمي. فيش. اكتبوا فيش يلا. نكتب فيش. نكتب فيش. نكتب فيش. وعندي فيش هنكتب ايه؟ One. Number two. I am and slow. أنا إيه وسلو. Big. Big. برافو يا نسيف. I am big and slow. I have four big. Legs. برافو يا سيف. عند أربع أرجل كبيرة. I not walk. Always. مديني يوجلي ونيفر. Usually. يبقى usually walk. I sometimes run. I eat plants and grass. I am an giraffe. لا. Elephant. I am an elephant. نكتب كلمة elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. وتحت صورة elephant هنكتب two. Number three. Number three. I am. Dog.
طول طويلة. I have four long legs. Legs. I am brown. أنا بني. And I eat leaves. وبأكل ورق الشجر. I not walk. Usually. I usually walk. I often run. بجري. I am a جيراف. نكتب جيراف. G-I-R-A-F-F-E. جيراف. عندي جيراف 3. نمبر 4. This is it. نمبر 4. Yes. I am small. Small. My small. My wings. My wings. أجنحتي بريتي جميلة. I don't have a ولا إيه؟ legs. I don't have ها؟ legs. I swim. Legs. I swim. I never. Legs. Legs. Never. I never swim. I fly. أنا بطير. I am butterfly. A butterfly. I am a butterfly. أنا فراشة. Page 81. 82. معايا في الهوم ورك. 81 82. ماشي. نكمل ناخد ده كمان. 81 و 82 ولا ده كفاية؟ كفاية. كلمات كتيرة ونذاكرهم كويس ونراجع على اللي فات كله. نراجع على اللي فات كله. اللي ناسي حاجة ندخل على الفيديوهات ونتفرج عليها تاني. اللي ناسي حاجة يطلع الفيديوهات ويذاكرها تاني. اللي هما الفيديوهات يا سير. موجودة. يعني انت بتنزل الفيديو بينزل متأخر يا سير. عشان النت يا أستاذ أنا برفع في الفيديو بتاعكم بقالي ثلاث أيام مش عايز يترفع. بتاعكم أنت. بقيت الصفوف اترفعت فاضل أنتوا بس وتاني إعدادي. تاني ابتدائي وتاني إعدادي اللي لسه. ماشي برفعهم والله يا إياد على آخري. على آخري. ماشي يا سير. ماشي يبقى عندنا 81 و 82. 81 82 معايا في الهوم ورك ويبقى عندي الجدول كله حفظ. الجدول كله حفظ الجزء القديم والجديد. الجدول ده كله حفظ. تمام؟ حاضر. تمام. يا فاطمة. يا فاطمة. في حاجة ما انتش فاهمها يا فاطمة؟ هو الهوم ورك اللي طلعت 82 81 و 82 واحد وثمانين اثنين وثمانين اهم. ماشي. عندنا قطعة نقراها كويس قبل ما نقول صح وغلط. ها ماشي يا سير. كلمة حمارة من الفيديو يا سير. نعم. شيل كلمة حمارة من الفيديو يا سير. حمارة. او حمارة ايه؟ حمار يعني. لا اللي انت قلتها لي في الاول قصدي. فين دي سلمى؟ ايه يا سلمى كلمة حمارة ايه يعني؟ اشتمك يعني انك حمارة؟ لا شيلها من الفيديو. شيلها من الفيديو قصدي يعني. اشيلها من الفيديو؟ حاجة حمارة. ماشي يا سلمى. حاضر. حاضر يا سلمى. حاضر يا سلمى. بس صحصحي معايا يا سلمى. انا بزعل لما بتجاوبي غلط. ماشي؟ ماشي. عايزك تفضلي شطورة كده على طول. ماشي. رقية. نعم يا سير. في اي مشكلة عندك النهاردة؟ كل مشكلتك لا. هتبقى في حفظ الكلمات. نحفظ الكلمات هنبقى مية مية. ماشي. ماشي يا سير. ماشي. محمد سيف اياد في اي مشكلة عندنا في الجزء ده؟ لا لا. طيب بنراجع الكونكت ولا سايبينه؟ لا نراجع ده مع ده. نراجع ده مع ده. ده انجليزي وده انجليزي. ماشي. احنا قدامنا فرصة. هو الواجب شوية صغيرين. يبقى نراجع في التاني عشان ممكن اقول لك يلا امتحن. يلا امتحن في اي وقت. تمام. ماشي. يلا باي.
Good night. Good night يا ميت. Good night يا سيف. Good night يا سيف.